طيب هنبتدي باذن الله ان احنا نعمل الموديل اللي قدامنا اللي هو 15 دور، بان احنا هنعمل فايل نيو موديل ونبدا ان احنا اول خطوه بنظبط اليونتس على المتريك، ونقول ان انا عندي اربع خطوط في اكس وسبعه في واي. كاستم جريد سبيسنج بدخل السبيس بتاعتي، السبيسنج اللي عندي 4 4 4، وفي واي السبيس اللي عندي من اول تحت 1 4 3 4 3 واحد وربع. هنبدا نقول ان انا عندي 15 دور. ال 15 دور عباره عن ان الدور الاولاني هو دور عباره عن بيزمنت، واللي بعده الجراوند، واللي بعدهم بقيه الادوار. الدور الاولاني ارتفاعه 2.5 متر، والدور بتاع الجراوند 4 متر، وبقيه الادوار 3 متر. البيزمنت هيبقى ماستر لانه فلات سلاب فقط، وبقيه الادوار هتبقى كلها سيميلر لاي دور فيهم، حتى لو ستوري 15 هو اللي ماستر وبقيه الادوار سيميلر مش هتفرق. ان انا اعمل ده الجراوند هو اللي ماستر والباقي سيميلر مش فارقه، اهم حاجه ان ده ان ال 14 دور المتكررين دول زي بعض بالظبط. كده احنا عملنا الجريد بتاعتنا. هنبدا دلوقتي ان احنا نعمل نظبط اليونتس على انها كونسيستنت يونت طن ومتر وسليزياس، وهنظبط اليونتس فور ان السكشن يبقى بالسنتي والديفليكشن يبقى بالملي لو حبيت ان انا اطلع الديفليكشن. بعد كده ديفاين ماتيريال، هنعرف ان ال 4000 بي اس اي الجاما بتاعتها ب 2.5. لو حبيت ان انا اعدل في الايه المودلس اوف الاسستي بمعادله المودلس اوف الاسستي، ان انا عشان اي اطلع الديفليكشن بكل دقه. وبعد كده بنقول ديفاين سكشن فريم سكشن اد نيو بروبرتي، هنعرف كاميرا بيم 12 في 60، الدبس 60 والويدث 12، وهنعمل كاميرا تانية او هنعمل عمود قلم 25% هو هيبقى 100 في 25، هنلفه باي زاوية انا عايزها. هنعمل قطعين للبلاطة، قطاع سلاب 12 سنتي، وبلاطة 20 سنتي. يبقى عندي بلاطة ال 12 سمكها 12 وبلاطة ال 20، وهنعمل الشير وول اللي هي 25 سنتي. يبقى هنعمل شير وول 25 سنتي. هنبدأ نرسم ونروح على البيزمنت، ونقول إن البيزمنت بتاعي كله عبارة عن بلاطة 20 سنتي اهو. هنغير لون البلاطه، هنشيل مكان السلم، ودي هنا مفيش بلاطات. هنطلع في الدور اللي فوق منه، طبعا هنشتغل في السيميلر ستوري، واقول ان السقف بتاعي عندي هنا كل دي بلاطه 20، يبقى بلاطة 20 نطلع في الجراوند مش ننزل اهو، يبقى دي بلاطات 20، وعندي بلاطات تانية 12 هنا وهنا. طبعا الكلام ده بيتكرر في الثري دايمنشن مع الادوار السيميلر. عندي الكاميرات اللي قطعها 12 في 60 هنا وهنا وهنا، والباقي طبعا شير وول. اللي لما حاجه ارسم الشير وول هقول طبعا اول ستوري، عندي هنا شير وول وهنا وهنا. بعد كده نبدا نرسم العمود اللي قطاعه 25%. هنبدا نحدد النقطه اللي بنمسك منها العمود زي النقطه رقم 1، نمسك العمود من النقطه رقم 1 هنا وهنا، والنقطه رقم 3 طبعا
طبعا بقى ايه لضرب العمود اللي معايا في البلان اهو. النقطة رقم 7 والنقطة رقم 9 لازم احنا بنرسم العمود نبقى ماسكين نقطة الجريد صح، وبعدين هنلف العمود بزاوية 90 درجة ونقطة رقم 1 واخر نقطة اللي هي النقطة رقم 7 وبعدين بعد ما خلصت العمدان هنروح في البيز في الوان ستوري طبعا نقول ان النقط دي كلها الساين جوينت سترين فيكسد. بعد كده هنبدا نحط احمال الديد لود واللايف لود. فمثلا احمال الديد لود واللايف لود اللي موجوده على البيزمنت في السيميلر ستوري برضو ان وفي حاجة غلط، بلاطة هنا، في هنا بلاطة 20 سنتي، وننزل تحت في هنا بلاطة، ففي السمالر ستوري في البيزمنت بنقول إن السقف ده الساين شيل لود يونيفورم 3/10 في الديد ونفس السقف الساين شلود يونيفورم نص في اللايف. هنطلع وناخد السقف ده ونقول الساين شلود يونيفورم 3/10 في اللايف و الساين شلود يونيفورم 2/10 في الديد. كده حطينا احمال الديد واللايف. لسه احمال الكاميرات اللي هتبقى فريم لود ديستريبيوتد 1 طن وكاميرا السلم ده اهي. هنزود حمل الايه الرياكشن بتاع السلم اللي هو بيبقى حوالي 3 طن دول كلهم في الديد. كده احنا عملنا المنشأ بتاعنا بنعمل الديافرامات اللي بنستخدم في احمال الزلازل والرياح. الساين جوين ديافرام موديفاي اد نيو ديافرام اوكي. وبعدين نبدا نحط الاحمال بتاعه الزلازل والرياح من ديفاين لود باترن. عندي ويند اكس موجب نوعها ويند يوزر لود، ويند اكس سالب ويند واي موجب ويند واي سالب، وبعدين اس كويك اكس موجب نوعها سيسميك لود يوزر لود برضو و اكس سالب و واي موجب واي سالب. كده حطينا الاحمام. في كل مره بنعمل موديفاي لود باتن ونبدا ندخل الاحمال. طبعا انا لو مجهز الاحمال في شيت اكسل زي ده هنتعلم وهنتعلم بعد كده هنعمله ازاي. فده الويند اكس موجب وده الويند اكس سالب. طبعا مش هدخل قيمه لو عندي مثلا 50 دول ولا حاجه. وبعدين الويند واي موجب
في الاف اوف واي طبعا، والويند واي سالب. والاس كويك اكس موجب. وهو الواي موجب. والاكس سالب. وهو الواي سالب. بعد ما حطينا الاحمال هنبدا نعمل الكومباينيشن. اول كومباينيشن عباره عن ديد ولايف 1 و4 و1 و6. اللي بعده عباره عن الكومباينيشن الاولاني مع الويند اكس موجب في 8 من 10، والكومباينيشن الاولاني مع الويند اكس سالب في 8 من 10، ويند واي موجب 8 من 10، ويند واي سالب في 8 من 10. اس كويك اكس موجب. واس كويك اكس سالب. اس كويك واي موجب. واس كويك واي سالب. بعد كده هنعمل حاله اللي هي الحاله الديزاين بقى. هي عبارة عن انفلوب مقارنة ما بين الحالات دي كلها اللي هي دي واحد واثنين وثلاثة أربعة. خلصت؟ هيبقى طبعا حالتها انفلوب. هنقول له دلوقتي اوكي. هنبدا نجهز الموديل للحل. ان انا بعمل انالايز سيت اكتف ديجري اوف فريدم فول 3 دي، انالايز سيت لود كيسز تو ران نلغي حاله الموديل، انالايز اوتوماتيك ريكتانجلر مش هنعملها نص عشان الجهاز ما يهنكش، وانالايز اوتوماتيك مش للوول نص برضه. خطوة مهمة جدا ان احنا نسمي الشيل وول، بس لما نيجي نسميهم في البيزمنت فقط. انا مش عايز غير الوول فقط. في الوان ستوري في البيزمنت بنقول ان دول اسمهم اساين شيل بير ليبل، ده اسمه كول. ودي اسمها وول وان. واللي بعدها اسمها وول 2. ويبقى انا كده جهزت المنشأ بتاعي ان هو يتحل عشان ابدا اطلع منه النتائج اللي انا محتاجها. فهعمل run. هيقول لي هتسيف الموديل بتاعك فين. هعمل سيف واسيبه يعمل ايه؟ run براحته.